إلا هي عربة أطفال ذكية تقود ذاتيا بدون استخدام اليدين من اختراع الزوج والزوجة أن هانجر وكيفن هوانغ. الفكرة راودتهما بعد ولادة طفلهما سنة 2020. غالبا ما يكون رد فعل الآباء هو إمكانية وضع طفلهم في العربة وإرساله إلى منزل الجدة، لكن ليس هذا ما نقوم به، فمن الضروري تواجد أحد الأبوين بجانب العربة. عربة الأطفال إيلا تحتوي على وضع روك ماي بيبي ليهز الطفل برفق وينام بعد نزهة طويلة أو قضاء يوم في المدينة. العديد من المهتمين بشراء العربة إيلا ينتظرون وضع هذا المنتوج في الأسواق، فكم ستكون تكلفته يا ترى؟